هاخد مشهد من مسرحية جوليوس كايزر ومشهد تاني من مسرحية تاريخية بس مش مشهد من جوليوس كايزر لما كاسيوس بيحاول يمنع رودوس وهو الدنيا بيقتلوا كايزر أو ينضم للمؤامرة اللي كانت مع كاسيوس يلعب فيه يقول له ايه؟ أنا هتخيل إن كاسيوس إن رودوس هنا وأنا كاسيوس اللي عارفه اللي هدمه هو حقيقة بروتوس بس لما يعرف واحد سباق ان الشرف اللي هو موضوع حكاية انا لا ادري مراجعك انت او سمك من الناس في هذه الحياة لكني انا لنفسي وحدي انذر عقل بخاطر الا اكون على الاحياء لاعيش في فزع من شيء هو مثلي اني ولدت حرا فقط كلانا طعم كما طعم وكلانا استطيع ان يحتمل من برد الشتاء ما يحتمل ففي ذات يوم قارن عاصف وهيبر المضطرب ويضافع على فقره قال قيصر اتنظر يا كاسيوس ان تقذف بنفسك وسط هذا النهر الهائج وان تسبح معي حتى الضفه الاخرى فما كاد يتم كلمته حتى قذفت بنفسي وانا في شده سلاحي ولعله ان يلحق بي والحق انه فعل كان رجل زمجر ونحن وردمكم عطل شديد وينوح الموت لك ونحن في حب قلبين متباريين ولكن قبل ان نصل الى الموقع المنشود صح قيصر الجني وكاسيوس والا غرقت انقذت من بجج الطيبر قيصر الملعون فهذا الرجل هذا الرجل اصبح الان اله وكاسيوس مخلوق تعس علي ان ينحني بجسمه كلما اطرق له قيصر براسه دون احتفال اصابته الحمى حين كان في اسبانيا وكلما الم به النوم كنت الحظ كيف ارتعد وشفتاه جبلتان هربت من دونهما ونفس تلك العين التي نقطه منها دروع العالم فقدت بريقه لقد سمعته يئن ورسالة ذلك الذي كان يأمر الرومان أن يكتبوا خطبه وأن يدونوا خطبه في كتبهم صاح ويهان الأسد ناولني شربة يا تيتيليان كالصبية المريضة أيتها المانع أيتها المانع إني لا يدهشني أن رجلا على مثل هذه الجملة الخلعة أن يضيع